السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احذروا من الشيطان والضربة القاضية. طبعا كلنا عارفين حبيبي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضت الجن. فمرضت الجن والشياطين مسلسلين ومتكتفين طول الشهر، وشايفين ما شاء الله طاعتنا لله سبحانه وتعالى، شايفين صيامكم، قيامكم، ذكركم لله، قراءتكم للقرآن، صلاتكم للأرحام، أعمال الخير اللي بتعملوها، وهم شايفينكم هم في غاية الحقد والحسرة والغل والحسد عليكم. وكل الشيطان عياذا بالله منتظر بس يظهر هلال شهر شوال وينتهي شهر رمضان عشان ينقض على أي واحد، علشان يحاول يجيبه بالضربة القاضية، يحاول يوقعه في أي حاجة شركية عياذا بالله. طب ما قدرش، يحاول يوقعه في كبيرة. طب ما قدرش، يحاول يوقعه في الصغائر، يحاول يشغله بالمباحات، يحاول يشغله بأي حاجة عن طاعة الله. المهم ان هو يحاول بقدر الامكان ان هو يضيع كل الخير اللي عمله المسلم طوال شهر رمضان. فاحذروا على انفسكم، الله يبارك فيكم، عشان نثبت بعد رمضان حافظوا على الحد الادنى من الطاعات على الاقل اللي كنا بنعملها في شهر رمضان. يعني احنا كنا طول الشهر بنصلي التراويح، وفي اخر 10 ايام كمان كنا بنصلي التهجد، نحافظ ولو على ركعتين قيام ليل. طيب طول الشهر صايمين، نصوم بعد رمضان الست ايام من شوال، ونصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام من الشهر العربي، تمام، ونحافظ عليهم. كنا بنقرا كل يوم ثلاث اجزاء او خمس اجزاء، نقرا ولو جزء قران كل يوم. كنا ما شاء الله بنحافظ على الصلاه الخمسه، نحافظ على الصلاه الخمسه بفضل الله. أذكار الصباح والمساء بفضل الله تكون حماية ووقاية ليكم من الشيطان. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. اوعوا تضيعوا الخير اللي عملتوه طول شهر رمضان، تعبتوا كتير وسهرتوا كتير. ربنا يتقبل يا رب ويجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.